أبنائي وبناتي الطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، وهو تدريبات على الفعل الصحيح والفعل المعتل. السؤال الأول بيقول لك: عين نوع الفعل الصحيح. ألف: حارب الجيش الأعداء، حارب أصلها حرب، يبقى هنا فعل سالم. يدهشني الطلاب ذكاؤهم، لازم أجيب ماضي، أدهشني بشيل حروف الزيادة يبقى أصله دهش وشيل الضمائر يبقى دهش فعل سالم. يقرأ التلميذ الدرس، بجيب برضه ماضي يبقى قرأ فعل مهموز. يمد المؤمن يد المساعدة، يبقى هنا عندي يمد يبقى ماضي مد يبقى فعل مضاعف. نيجي بعد كده للسؤال الثاني: عين نوع الفعل المعتل. يصف التلميذ الرحلة، يصوم المؤمن رمضان، يسعى الحجاج بين الصفا والمروة، قم احتراما لمعلمك. يصف، لازم اجيب ماضي، ماضي ايه؟ وصف يبقى مثال. يصوم المؤمن رمضان، اجيب ماضي يبقى صام يبقى نوعه اجوف. يسعى الحجاج بين الصفا والمروة، يسعى، اجيب ماضي سعى يبقى هنا ناقص، يسعى ناقص. قم احتراما لمعلمك، هات ماضي قام يبقى نوعه اجوف. ضع مكان النقط المطلوب من ما بين القوسين. نقط: احمد الجو باردا. عاوز فعل مضاعف، هقول ظن احمد الجو باردا. نقط: المتفوق الجائزه، يبقى نال او ينال المتفوق الجائزه. بعد كده نقط: الطالب الكتاب. عاوز فعل مهموز، يبقى قرأ الطالب الكتاب. نقط: مصر الى التقدم. عاوز فعل ناقصا، هتبقى تسعى مصر الى التقدم. نقط: الله العفو والعافية. عاوز فعلا سالما، يبقى نسأل الله العفو والعافية. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.